رمضان كريم، إن شاء الله يكون هالشهر فضيل ومبارك علينا وعليكم. اليوم بدي أحضر لكم وصفة من أساسيات سفرة شهر رمضان اللي هي الفتة، بس اليوم بدي أعملها مع إضافات من عندي على طريقتي. ححط فيها بتنجان مشوي وكمان رح أحط فيها الكفتة، وحأعملها بخبز المرقوق بدل الخبز العادي. ليه عملت هالإضافات؟ لنزيد بروتين على هيدا الطبق، وكمان لنزيد شوية ألياف وفيتامينات من البتنجان. يلا خلينا نبلش سوا. أول شي لنحضر الكفتة بدنا نجيب البصل، حيكون بدنا بصلة كبيرة، وبدنا لحمة المفرومة نص كيلو. أوكي؟ هيدي البصلة صارت جاهزة، وأكيد للكفتة بدنا بقدونس كمان بنفرمهم فرم ناعم. هناخد تقريبا مقدار شي ربع كوب. مكونات الكفتة صارت جاهزة، البقدونس والبصل والبهارات عنا، بدنا نخلطها. هيدي لحمة أنا بنصحكم تجيبوا لحمة البقر، دهن قليل ونص كيلو لهيدي الكمية، مع البقدونس أكيد تقريبا ربع كوب مقطع، والبصل. يعني بعتقد انه اغلبيتنا بنعمل الكفته بنفس الطريقه. البهارات اللي حاستعملهم هن القرفه، نص ملعقه صغيره، يعطيها نكهه كتير طيبه. البهار الاسود تقريبا ربع ملعقه صغيره، وعندنا سبع البهارات، خلطه من سبع بهارات نحن بلبنان بنستخدم. أكيد ما بدنا ننسى الملح. وهلأ مندعكها مع كل هالمكونات، مندعكها منيح لحتى يختلطوا مع بعضهم. هلأ بتشوفوا حقدمها بطريقة كتير طيبة، لأنه بخبز المرقوق الرقيق، يعني كمان حنستخدم الخبز يكون خفيف. وهيك الكفتة بتكون تقريبا صارت جاهزة. الكفتة بدي أعملها أصابع وبدي أحطهم بالفرن. هلأ بتشوفوا الحجم اللي رح نعمله متوسط. هلأ بالنسبة للمكون الثاني بهيدي الوصفة، البتنجان، كمان بدنا نحطه بالفرن. هعمل أصابع الكفتة وارجع أقطع البتنجان وحطهم تانيتهم مع بعض، لأنه بياخدوا تقريبا ذات الوقت بالفرن، 3 ساعة 20 دقيقة. للباذنجان بدنا باذنجان حجم كبير، اكيد منظفه ومغسله. انا بحب دائما اقشر الباذنجان بالطول بهيدا الشكل، بس مش كل القشره بدي اشيلها. دائما بقشر الفواكه والخضره في الالياف، اللي هي الالياف الغذائيه اللي كثير مهمه لصحه المصران والمعده، فما بدنا نكبها كلها، بس بتعطي شكل حلو اذا قطعناها بهي الطريقه. الباذنجان له فوائد كتير، من الخضرة اللي كتير قليلة بالسعرات الحرارية، بنفس الوقت بيلبق
طعمة الباذنجان مع كثير من الأكل، إن كان الباستا، إن كان الكفتة. طريقة تقطيعه بهيدي الوصفة هلأ حتشوفوا مكعبات، مش كتير صغار ومش كتير كبار. ليه ما بدي صغرهم؟ لأنه بيزموا، هلأ أنا بدي أحطهم بالفرن. عندكم حرية مطلقة تقلوا الباذنجان، بس بيشرب زيت كتير وصراحة هيك أصح وبنفس الوقت أطيب. فمنقطعهم بمكعبات بهيدا الحجم لحتى ما يزموا كتير بالفرن. وهيك الباذنجان هالكمية بتكون اللي نحنا بحاجة لها. نحطهم عنا هون بالبايركس، واللي بدنا نضيفه عليه هو زيت الزيتون، رشة ملح ورشة بهار أسود، ومنحطهم على الفرن رشة صغيرة، يعني إذا بدكم شي 3 ملاعق كبار. رشة ملح وفلفل أسود أو بهار أسود. باذنجان مع زيت الزيتون، ملح والفلفل الأسود هحطه بالفرن على حرارة 180 لمدة 20 دقيقة، وأكيد مع تقليب مستمر. وهلأ بدنا نحضر أصابع الكفتة مثل ما اتفقنا. أول شيء اللي بدنا نعمله، كمان بدنا نحضر صينية البايركس، وكمان بدنا نشويهم بالفرن. الكفتة بهيدي الوصفة إلى مرحلتين، أول مرحلة اللي هي هلأ بدنا نشويها بالفرن، وهلأ بدنا نشكل الكفتة. أنا هأعملهم بشكل أصابع حجم تقريباً وسط، صغار لوسط، ما بيعودوا ياخذوا وقت بالفرن. ما بحط بالصينية زيت لأنه الكفتة اللحمة فيها دهن، فبتنطبخ منها وفيها بالدهنات اللي بقلبها. أنا بهمني بس نشفها من المي لأنه بدي أرجع لفها بخبز المرقوق. بهيدا الشكل عم نعمل أصابع الكفتة، ما تكبرون كتير هيك أطيب أصلا. هيدي الوجبة فيها لحمة، فيها خضرة، فيها لبن، فيها طحينة يعني الدهون الجيدة، فيها باذنجان، يعني تعتبروها هيك مثل صحن كامل بالمواد الغذائية. كتير مهمة تكون موجودة على سفرة رمضان. فتة كفتة، فتة باذنجان لحال، فتة حمص، لأنه كمان بتحسسنا بالشبع. وهيك بنكون شكلناه هون بالحجم اللي بدنا اياه. فيكم تعملوهم طابات صغار كمان، هذا الشيء بيرجع لكم، بس هيك على اللف الخبز بيطلعوا احلى. وعلى الفرن كمان تقريبا من 20 ل 25 دقيقه، نفس الحراره الفرن اللي حطينا فيه الباذنجان على حراره 180. بالوقت اللي نحن ناطرين فيه الكفته والباذنجان بالفرن، بدنا نقطع الخبز المرقوق. بدنا نجيب السكين، بدنا نجيب السكين الخاص بتقطيع الخبز، بتشوفوه اسنانه هيك عرض. حفرجيكم طريقة بتقطيع الخبز المرقوق، حتى بتستفيدوا منها لتقطعوا المرقوق للخبز للمسخن، مسخن الدجاج. حنقطع اثنين، بتلفوا الخبز كأنه عم تلفوا ساندويتش وبتضغطوا عليها، انتوا عم بتلفوا لحتى تكون جامدة بهالطريقة. وأول شي بنعمله بدنا نقصها بالنص. إذا مش متوفر عندكم هيدا النوع الخبز، فيكم تستخدموا أي نوع بهيدي الوصفة. أوكي؟ ترجعوا بتفتحوا أول نص وبتحطوا فوق تاني نص، وكمان بنرجع بنلفهم كأنه عم نلف ساندويتش وبنضغط.
بنفس الطريقة بنقصها بالنص. حسب انتو قدي بدكن الحجم، انا بدي اياهم بعد اصغر من هيك. برجع بعمل نفس الحركة مرة ثالثة، بحطهم فوق بعض، بلفهم وبقص بالنص. صار عنا خبز على شكل مثلت. وكلهم تقريبا زيت الحجم. اللي بدنا نعمله هلا انه بدي شيل الاطراف، لانه بتعرفوا بينشفوا شوي. وبيبقى عنا الطرف الطري لنلف فيه الكفتة. وهيدا الخبز اللي شكله مثلث بيزبط كتير على المسخن الدجاج. هنجيب هلأ الكفتة من الفرن لأنه خلصت، شوفوا كيف نشفت ميتها، وبنطفي كمان الفرن. هلأ اللي بدنا نعمله، شفت الخبز بدنا نبرمع عميلة جوا، أوكي؟ بدنا نحط الكفتة بقلبها ونلفها ساندويتش. بكل بساطة بنحط الكفتة هون ومنلف الخبزة ساندويتش، وبدنا نحطها كمان ببايركس. نرجع ندخلها على الفرن بس ليتحمص الخبز، ومنكفي ليخلصوا عنا كل حبات الكفتة. منلفهم وعلى البايركس كمان. فعنا مصدر بروتين من الكفتة، مصدر نشويات من الخبز، عنا مصدر من الكالسيوم من اللبن، والخضرة اللي هي الباذنجان. الكمية انتو بتتحكموا فيها حسب عدد الأشخاص بالبيت. تقريبا 200 جرام 250 جرام من الكفتة بيعملوا لنا شيء 6 او 9 حبات من هيدي الحجم اللي نحن هلا عملناه. وهي اخر حبة. وهلا الكفتة بنحطهم كمان بالفرن. بنضلنا حد الفرن لانه بس نحن بدنا الخبزة تقرقش، يعني تقريبا بياخذوا 3 دقائق ماكسيموم لخمس دقائق حسب قوة الفرن عندكم. انا عم بحطه على 180 درجة. أكيد للفتة بدنا نخلط اللبن. لهيدي الكمية أنا عم بعمل كوبين من اللبن. هحط ربع كوب من الطحينة اللي كمان في بعض منكم بيسموها هردة، أوكي؟ هحط هالكمية تقريباً سن أو سنين ثوم مدقوقين حسب قد إيه أنتم بتحبوا كمية الثوم بقلبها. عصرة حامض صغيرة، شي 3 ملاعق كبار، وبدنا أكيد نملح. خلطة اللبن دايماً طيبة تكون مسقعة، يعني إذا أنتم عم تحضروا هيدي الوصفة قبل بوقت من الإفطار، حضروا اللبن أول شي وحطوه بالبراد، هيك بس بدكم تزينوا الصحن وتسكبوه بيكون اللبن بارد وطيب. هيدا اللبن صار عنا جاهز، انا بعدني شايلتهم من البراد فمسقعين. بهذا الوقت رح نشيل الباذنجان لانه نشوا وخلصوا، وكمان الخبز صار تقريبا مقرقش اللي بقلبوا فيه الكفته، ونسكب الصحن وتشوفوا كيف بيتزين بطريقه كتير حلوه. كل شيء صار جاهز عنا، وهلا بدنا نفرجيكم طريقه تقديم هيدا الصحن. أول شي بدنا نعمله، بدنا نسكب اللبن. سو اتفقنا اللبن بيكون مسقع، بنحطه أول شي بالجات، جات التقديم بهاي الطريقة. بدنا نرجع نحط قطع الباذنجان اللي شويناهن. برجع بذكركم بس حطينا لهم زيت زيتون، ملح وشوية بهار أسود.
قلب اللبن، كثير بيلبق اللبن مع الباذنجان وخاصة إذا في كفتة. سندويشات الكفتة، الخبز صار مقرقش مثل ما شايفين. بنصفهم حد بعضهم بهذه الطريقة. بنزين الصحن، كل ما حطينا له ألوان كل ما بيطلع أحلى. الرمان، حبوب الرمان الفريش، بنحط رشة بقدونس مقطع، ونوع من المكسرات، فيكن تحطوا الصنوبر وهيدا لوز مقلى محمص، يعني إذا بدكم فيه شوية زيت على الغاز. وهيدي فتتنا لليوم، فتة غنية بالنكهات، غنية بالمكونات، مغذية وكتير بتلبق لسفرة شهر رمضان. إن شاء الله تكون عجبتكم، وإذا جربتوها كلوا ودعولي.